يا اهلا ومرحبا فيكم مشاهدينا مشاهدين برنامج مسارات ثقافيه، نحييكم اجمل تحيه في هذه الحلقه الجديده من تلفزيون دوله الكويت، نحييكم في هذا البرنامج واللي دائما يكونون معنا ضيوف مميزين. مشاهدينا اليوم راح نتعرف ان شاء الله على ضيفنا الكريم اكثر واكثر، ولكن بعد هذا التقرير. ضيفنا اليوم في برنامج مسارات ثقافيه الكاتب الدكتور محمد اسد، والذي تميز بكتابه الروايات والقصص، صدر له العديد من الكتب الأدبية والروائية، وكذلك شارك وقدم في العديد من الدورات وورش العمل في مجال الكتابة. تابعونا في برنامج مسارات ثقافية مع ضيفنا الكاتب الدكتور محمد أسد لنكتشف ما هي مساراته الثقافية والأدبية. من بعد هذا التقرير كنا عرفتم انه ضيفنا الكريم اليوم معنا الدكتور محمد حميد اسد، وهو كاتب وصاحب مؤتمر بستان قلم، وكذلك صاحب مركز بستان قلم. اليوم راح ندردش ان شاء الله اكثر واكثر عن اهميه الكتابه والقراءه لابنائنا وبناتنا، وخاصه يعني في مناحي عديده، وينمون مثل هذه المهارات على اساس انه والله نشوفهم في جميع المحافل، انه ينمون مثل هذه المهارات مثل القراءه والكتابه ومداركهم تصير اوسع واشمل. خلونا باسمكم نرحب بالدكتور محمد اسد اللي معنا اليوم في حلقه مسارات ثقافيه، نقول مساك الله بالخير دكتور، احنا سعداء بهذا اللقاء معك. مساك الله بالنور والسرور، واتشرف دائما اني اكون ضيف في تلفزيون الكويت، صاحب البصمه في نجاح بستان قلم. يا حياك الله يا دكتور، واحنا سعداء بهذا اللقاء معك. ما شاء الله يمكن الكثير من الاصدارات، الكثير من الكتب امامي، ولكن اليوم احنا راح ناخذ يعني على محاور جميله ان شاء الله، ونبين اهميه مثل هذه الدورات ومثل مركز، يعني اهميه مركز بستان قلم. اللي يمكن قبل ندخل معك بالتسجيل دكتور، ان شرحت اهميه القراءه واهميه الكتابه عند ابنائنا ومن اعمار مختلفه، يعني يمكن انت ما شاء الله يعني قاعدين تعطون مثل هذه ورش العمل، مثل هذه الدورات لابنائنا وبناتنا بمختلف الاعمار بمختلف المراحل. ما ادري من وين تبي تبتدي دكتور، واحنا معك. بالنسبه حق التطبيقات العمليه، هو اساس الارتقاء بالمهاره. ممكن انت تعطيهم معلومات ويحفظون هذه المعلومات، لكن اذا ما مارسها ما صار عنده ثقافة الكتابة. أنا صحيح حفظت المعلومات، لكن إذا ما مارست فممكن تنسي هذه المعلومات، ممكن ما يكون لها قيمة. فيينا أخذنا الفئة الأولى، فئة الأطفال، تعالوا فئة الأطفال حركية، ما تقدر تخليه قاعد لأكثر من ربع ساعة. فقمنا بالبداية فيها عنصر التشويق، فيها عنصر الإبهار، ولازم فيه حركة. نعم. فواحدة من الورش مثلا نقدمها للأطفال في الأندية الصيفية أو في حتى ورش تدريب تخصصية، نجيبهم نقرأ لهم مثلا على سبيل المثال صورة الفيل. نعم. ثم نوزع عليهم الأدوار ونخليهم في دور الملك ويأمر قائد الجيش ويعطي المارش العسكري، وكلهم يأدون ويبدون في مرحلة المسير، ثم طيور الأبابيل يمثلون الشخصيات اللي في القصة. حلو. ويمثلون القصة، فيفهم ياخذ المفهوم في نفس الوقت اللي ياخذه مقروء يحفظه كصورة. صح. ويصير في المشاعر لما هو نفسه ينفذه. نعم. جانب ثاني، نجيب لهم لوحة مالت صور الحيوانات اللي تصير معاها الحروف الأبجدية. فنطلب منه اخذ هذه ورشة ثانية. هذه ورشة ثانية. نعم. أخذ هني ننمي عنده الخيال، نخليه يستغل خياله. المعلومات، الطفل هذا عبارة عن مخزن معلومات. نعم. خصوصا في أول 10 سنوات يخزن كل شيء حوله، يخزنه مشاهداته، ممارساته، شنو يسمع من الأهل، يخزن. فالآن هذا المخزون اللي عنده إحنا نستغله، نخليه يطلع بإبداع. البعض يعتقد أن الياهل هذا قاعد يكذب، هو مش يكذب بقدر ما هو عنده حس التأليف نقي. نعم. على طول يقدر يبني، يركب شغلتين ويا بعض.
هذه بحد ذاتها المهارة احنا ننميها عندهم. فياخذ هذا الحرف الأول بالحيوان الأول على سبيل المثال أسد ملك الغابة، شنو يسوي، شلون صوته، شلون يصرخ، شلون ينادي. نعطيهم أسئلة استفهامية. نخلي كل المخزون اللي عندهم شلون يحكم مكانه، شلون يكون متواجد، ومنو معاه يكون منو معاه. فيجي الثاني ياخذ حرف ثاني، حيوان ثاني، ويبدأ يسرد شنو عنده معلومات، ويلا نربطهم كلها في قصة. فتشوف كل واحد فيهم يبدأ يتسابق، هذا راح يني يصير عنده غابة متكاملة أيوة بالحيوانات اللي هما موجودين عندهم. أنا يمكن دكتور يمكن بأخذك في منحة، إحنا ما شاء الله يمكن دشينا على الورش والتطبيقات اللي قاعدة تقدم لأبنائنا وبناتنا. بالبداية أبي أتكلم عن أهمية القراءة. يمكن دكتور إحنا دائما أنا في برنامج مسارات ثقافية يعني مع الأساتذة الأفاضل اللي يكونون معي في هذا البرنامج، يعني أبين أهمية القراءة سواء لأبنائنا ولبناتنا وبأعمار مختلفة. يمكن إحنا سمعنا في بعض الإخوان الأفاضل يقولون إن والله القراءة ما تكون مع الأبناء أو الأطفال منذ صغر، بس لما يكبرون يشوف إنه يهتم في جانب القراءة. أبي أتكلم أنا عن جانب القراءة وخاصة لأبنائنا الصغار. يمكن إحنا قاعدين نشوف الزوارات، يمكن قاعدين نشوف بالمدارس حتى المرئيات. ما بي أيه ما بهم أنا يقرون المناهج، إحنا نبي يقرون أشياء أخرى. يقرأ شيء ثاني، لازم يكون عنده الدافع للقراءة. حلو. شلون تدفعه يقرأ؟ أنا هذا اللي أسألك. هذا أول صورة يكونها الطفل، يبي يكون خوش واحد قدام أبوه وأمه. حلو. وخصوصاً قدام أبوه، يبي خلاص يشوف أنا خوش واحد. فيقلد الأبو. لما يشوف الأم ولا الأبو ماسك كتاب، يبدأ بعملية الاستفسارات، أسئلة. ما شنو هذا؟ يبغى شنو هذا؟ ليش تقرأ؟ ليش هذا؟ إذا ليش الكتاب؟ إذا شنو صار؟ فيبدأ هني الفضول. الفضول هذا الفضول هو عملية جمع المعلومات. نعم. فيكون عنده مفهوم القراءة الأول. طيب أنا الآن وفرت المكتبة، بس ما شاء الله ما عروض التلفزيون يجذب أكثر وحركة أكثر، فأقدر هني أدخل الكتب الصوتية. الكتب الصوتية اليوم أصبحت متوفرة وموجودة على نطاق كبير، إن كانت تطبيقات جيد. أو كانت حتى مجانية على اليوتيوب، تحصل الرواية الكتاب إن كان علمي أو أدبي. نعم. للطفل أو الكبير، ما شاء الله اليوم نشوف في وفرة بالمكتبة الصوتية من هذه الكتب. فأنا أعطيت الآن الشيء البديل. ما يمنع يعني يكون إن الكتاب صوتي وهم بعد يكون ورقي موجود. نعم. عنده على أساس إنه يستفيد أكثر من المعلومات. خصوصا خلينا نقولك على واحدة من الأسرار. قول. يوم كنا صغار تقعد أمي هي مراسنا ولا أبوي يفتح لنا القصة ولا إيديدة تقعد وتحازينا، تصير هي الراوية أو يصير هو الراوي. فننام على القصة صح، ونقعد في المدرسة. النشاط المكتبة كان حاضر، فالمفهوم مال البيت هذا اللي آخر شيء شفناه القصة مع المدرسة اجتمع. اليوم هذا لما يروح يبي ينام وتشغل له القصة الصوتية وتخليه يعيش معاها، هني يبدأ يكون مفهومه هو للقراءة. مو لازم أي ألزمه بكتاب. طيب اتينا مشكلة ثانية، يشوف ان الكتاب ماله هذا مكتوب عليه مال الأطفال. لا أنا كبير. أيه. أنا بكتاب نفسك يبا، أنا بكتاب نفسك. ترى ما يمنع أنا بعض المرات يعني يمكن دكتور أني أنا أستعين في هذه الكتب، أقرأ أشوف محتواها. وبالعكس يعني بعد والله ترتقي أنه ممكن يعني مو فقط للأطفال ولكن حتى بعد للكبار. نعم. وللشباب أن يقدرون يستعينون في هذه الكتب ويقرونها. نعم. إحنا ربينا على المكتبة الخضراء. صح. وأنا واحد من الناس إلى اليوم أرجع لها، خصوصا في التأليف للطفل، إن كان مسرح ولا إن كان مرئي ولا نعم. إن كان حتى قصص مصورة. نعم. أرجع لها لأن فيها قيم. اللي أعدوها هذه المكتبة ركزوا على الارتقاء بالقيم. ممتاز. فتشوف هذه القيم نحتاج نرجع لها بين فترة وفترة، ما نطلع عنها، ما ننسلخ عنها، لأن هي الأصالة مالتنا. فشون إحنا الآن راح نجددها إلى الجيل الناشئ، لازم نجدد له إياها بأسلوب يقدر يتقبلها.
ممتاز. احنا راح ان شاء الله نواصل حديثنا عن هذا المفهوم وعن هذه التطبيقات وعن هذه ورش العمل، وخاصة لأبنائنا، وأبي التحفيز. انت مثل ما قلت انه يمكن ممكن نعطي حق أبنائنا الدافع، نعم، انهم يقرون. في بعض أولياء الأمور قاعدين يعطون حافز لأبنائهم انه والله اذا خلصت هذا الكتاب لك مكافأة معينة، لك شغلة معينة، انه والله اوكي انا على اساس اوصل لهذا الهدف، اوصل لهذه المكافأة، اني انا اخلص اللي امامي. احنا راح ان شاء الله نستكمل حديثنا ولكن بعد الفاصل. فاصل نواصل معاكم مشاهدينا. عدنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام، مشاهدين برنامج مسارات ثقافيه مع الدكتور محمد حميد اسد، وحديثنا عن اهميه القراءه. ويمكن الدكتور يعني صاحب مركز بستان قلم، فادك هذا المركز، يمكن اعطاك يعني دافع كبير انك انت تتجه الى اتجاهات وتضع ورش عمل للشباب والشابات. احنا بس راح ان شاء الله نيحق هالمركز هذا ونبينه للساده المشاهدين. الحافز عشان ابنائنا انه والله ترى لك مكافاه معينه اذا خلصت هذا الكتاب. ونشوف في بعض الازوارات دكتور يحطون ابنائهم ويحطون مجموعه كتب ادبيه، شعريه، قصصيه، تشوفهم موجوده امامهم ويلا اقراوا وتناقشوا فيما بينكم. فوق هذه اللي متعود يروح ديوانيه فيها شعراء وياخذ ولده معاه، الولد اذنه تبدي تلقط بس خلاص، يصير هو يبي يقلد نفس أحلى البيت اللي قاعد يسمعه. احلى واحلى هذه بعد. زين تعال خلينا نشوف الان واحده من الاشكالات اللي تخلي العيال مثلا ما يقرون. زين انه بعد ما يقرا انا ما اقعد اسولف معاه. الحين انت قريت، طيب بابا شنو قريت؟ زين هذا شنو سوى؟ ليش؟ الطفل يبي يعبر، يبي يسولف، فيبي وقت يسولف فيه. انا مشغول وجاي من الدوام تعبان والدنيا حار، فما اوفر له الوقت ولا يجيني في وقت. هذه واحده من القصص، بنت اخوي جايه من الروضه، عمي منو يسبق السلحفات ولا الارنب؟ اكيد الارنب. لا الابله قالت لنا لما تسابقوا السلحفات فازت عليه. شلون؟ لان هذاك قاعد ياكل ونام وما مشى، السلحفات ما كلت، شدت حيلها، شدت حيلها ومشت، فعطتك المفهوم. اي انت اعطيتها الوقت انك تسمعها. انت شفت اول شيء جانب ان الارنب اسرع والسلحفات ابطا. انا الحين ولكن هي شنو اعطتنا عاد ان ايش صار بالارنب؟ الحافز اللي انا قدمته لها ان انا ما اعرف، فهي تبي تكشخ ان انا اعرف احسن من عمي، فاعطيتها حافز تعبر تتكلم وفيها مناقشه. زين لما انت تقرا شيء جديد، مفهوم جديد، مع الارتقاء بالمعلومات، مع العمر يكبر عفوا، تشوف خلاص في مساحه من الاطمئنان ان انا اذا بسال عن معلومه بلاقي اللي يجاوبني، بلاقي اللي يرد علي، خصوصا في معلومات مرات تكون حساسة جدا، مرات تكون إشكالية بالمعتقدات، بالممارسات، بمختلف المفاهيم ما بين مثل المفاهيم الإسلامية أو غير إسلامية، تصير محل إشكال. فهل أنت مهيئ أساسا أن ترد عليه؟ فلازم أنت بعد ترتقي مع عمر الطفل مالك. صح. من يكبر أنت قاعد تكبر معاه. صح. فما عندك رد مو مشكلة، حط له وقت، روح وده حق اختصاصي يرد عليه. هني تعطي قيمة في اللي قاعد يقرأه. صح. اليوم أنا لما أشوف مثلا مكتبة والدي فيها كتب بالسبعينات، أنا اليوم أراجعها فيها مثلا مفاهيم تربية، أسس التربية اللي انبنت عليها النظريات الحديثة. طيب إحنا الحين عارفين النظرية الحديثة بس الأساس مالها مو عارفينه. مو عارفينه. إذن لما أرجع أنا إلى أساس النظرية وأشوف التطبيق، فأقدر إهني إذا أنا بيسوي بحثي أقدر أعرف شنو الفجوة اللي ما بين الأساس في النظرية والتطوير والتطبيق. نعم. فهني أنا لما جيت كبرت وسويت لي رسالة ماجستير ولا دكتوراه، اعتمدت فيها على هذه المكتبة
اللي أنا بديتها أروح أقرأ فيها قصة، فصار في ارتباط. اليوم المعلومات ما عادت حر يعني حكرا على المكتبات، نعم. خصوصا أن نزلت المكتبات الإلكترونية، نعم. ونزلت صح. الآن سي دي في آلاف الكتب صح. ومجرد سيرش راح يعطيك أدق البيانات اللي أنت تبيها، نعم. ما عادت نفس السابق مثلا أنه لازم تقصد المكتبة وتمسك الكتاب وتقعد تقرأ من الجلدة للجلدة عشان توصل إلى المعلومة اللي أنت تبيها أو تبيها، ولا نعم. الهدف اللي أنت تبيه من هذا الكتاب. إحنا قاعدين نشوف يمكن دكتور الإصدارات أو الأجهزة الذكية، نعم، ترى ساعدت كثير، ويمكن سخرت لنا العالم كله بضغطة زر. أنا واحد من الأشخاص فترة كورونا والحجر الكلي صعدت 4 كتب من كتبي على أمازون وعلى كندل، فموجودة في الجهاز، تروح تحمل الكتاب، تشتري الكتاب وتقرأ إلكتروني. حلو. هذه وفرت معنا حتى في حالة السفر. أنا واحد من الناس لازم ورقي بيدي، يعني ما أرتاح مع الجهاز، أقرأ مع بالجهاز بس خلاص العادة. علاقة. غير بينك وبين الورق. أنت والحبر والورق وريحة الورق لا علاقة خاصة. زين. خصوصاً أن أقعد مثلاً أسجل ملاحظاتي بالهوامش. بنهاية الكتاب أقعد أكتب شنو أهم الشغلات اللي استفدتها مثلا من الكتاب، أو الإشكاليات اللي في هذا الكتاب، الصفحات المهمة تلاقيني أسجلها مثلا من قدام. خلاص إن صارت عندي ارتباط مع الكتاب لدرجة إن أنا إذا رحت مثلا قهوة أو مثلا بسافر، التذكرة هذه مالت هذا الكتاب، الفاتورة مالت القهوة هذه مالت هذا الكتاب، فتصير ضمن الكتاب، يصير في نوع من الارتباط الحميمي. أي. بالمقابل قاعدين نشوف مثلا ابناء اللي يدرسون برا، لا ما يقدر يشيل كم كبير من المكتبه معاه او يشتري هناك كتب وايد وبعدين بيسافر وين يوديها ويرجع يبيعها وغيره، فاصبح الجهاز هذا حاجه اليوم لمكتبه الكترونيه موجوده معاه وقادر انه يحملها معاه وين ما يروح. سهلت عليه صح، أعطيتها فرصة. اليوم ما عادت بس أجهزة مثل الكندل، حتى الموبايل العادي، نعم، في تطبيق المكتبة وتنزل عليه الأجهزة الذكية اللوحية اللي نعم. احنا قاعدين نشوفها دكتور، يعني هي خلاص قامت تغنينا، يعني حتى ما شاء الله بعد حجمها كان يصير كبير، نعم. فيها رسومات، فيها تشويق، وفيها قصة نفسها، يعني مالات الكتب هذه، وتغنيك يمكن يعني تكون عندك آلاف الكتب بل ملايين الكتب، نعم. ضغطة زر وخلاص. الآن بعد أضافوا لها القلم، الآن خلاص بتكتب الهامش، يلا هذا الهامش وتقدر. وحتى يعني كثيرين يدرسون منها. مدى استخدامنا لمثل هذه التكنولوجيا والاستفادة منها دكتور، يعني خاصة لأبنائنا الطلبة والطالبات، وحتى بعد للكبار، مدى استفادتهم من هذه الأجهزة؟ للأمانة 2021 يعني خصصت وقت طويل اني انا اتعلم عليها واتعلم كيف ارفع كتب تفاعلية. يعني المنهج صار في تساؤل، ماذا لو طالت الازمة او لا قدر الله صارت ازمات ثانية، انتقل العالم الى العالم الجديد اللي كله عن بعد، نعم. التدريب التعليم عن بعد، خلاص ما في شيء اسمه وهذا كتاب، وهذا ترى صار يعني ب 2020 و2021 العالم كله اتجه الى الاونلاين، نعم. فصارت الفكرة، ماذا لو صعدت نفس الكتاب، على سبيل المثال أنا عندي هذا التطبيق العملي لأحد الشخصيات، ماذا لو رفعته إلكتروني وأماكن المساحات الفاضية خليتها أي مستخدم يقدر يكتب فيها. حلو. جربت التجارب الأولى فيها وصلت إلى نتائج حلوة، خفت أني أنا أعممها بعدها في إطار التجارب بالنسبة لي، ممكن غير يكون لا سبق ووصل وقدر يوصل. يعني في كثير من الشركات الآن التعاقدات يدزها لك أونلاين وتوقع وخلاص تنزل وتبعث له الملف ينبعث كامل. زين. أنا حتى الآن ما وصلت إلى الاطمئنان الكافي، استخدمت بعض التطبيقات. السبب؟ قد يكون مهارتي أنا، وهذا شيء طبيعي بالنسبة لي، أنا جديد على الأونلاين، أوكي. فمهارتي فيه ما زالت في أولها.
احتاج اني انا اتعلم عليه واطورها، احتاج اني انا اطور مهارتي نتنميها على اساس انه والله هذه الاصدارات وهذه المناهج خلاص عمليا يدخل. انا مثلا بكتب بدخل حل التمرين، خلاص انا مجرد بالكيبورد اكتب الحل في المساحه اللي محطوطه عندي ضمن الاوامر المحطوطه عندي. جربتها بنظام الروابط واعطاني نتيجه مذهله. يعني في عندنا واحد من الاعمال الادبيه التاليف المشترك، نعم، فكنت اعطيهم صوره تعبيريه واعطيهم مجموعه من الاسئله وفقره تعبير، شلون مدرس اللغه العربيه قبل، صح، فقره تعبير بدايه ترويسه الروايه، اي اشرح فيهم احداث واحط اسئله وخليهم خلاص المتدربين يشاركون. المشاركات هذه تجمع تصير روايه. ممتاز. جربناها في هذا الإصدار الأول اللي هو رواية أسكن في مقهى. في مقهى احنا راح نتكلم أكثر إن شاء الله، وراح أبين أنا لهذه الرواية اللي تفضل فيها الدكتور محمد أسد، ولكن بعد الفاصل. فاصل نواصل معاكم. قبل الفاصل تفضلت وقلت رواية أسكن في مقهى. نعم. أسكن في مقهى. وش مكتوب فوق؟ مكتوب مجموعة مؤلفين. الطبعة الأولى وهي من إصدار دار المعتز. نعم. للنشر والتوزيع. وقلت لي إن الدكتور يعني هي تأليف مشترك، يعني ليس فقط للدكتور محمد أسد. فريق التأليف طبعاً هو من 16 بنت لأول مرة يكتبون. الإشراف العام للدكتور محمد حميد أسد. نتكلم عن هالقصة شنو؟ هذه كانت معاناة عشان تنطبع. 17 دار نشر رفضتها. حتى في المسابقات لما كنا نرشح الرواية ترفض، يقول لك يبا إحنا العادة شخص واحد اللي يكتب رواية، اثنين ماشي، أما 16 أنت تكسر رقم قياسي. الفكرة كانت التأليف التفاعلي. 16 بنت هذيلة لأول مرة يكتبون بسلطنة عمان. أفضل واحدة فيهم كانت مثلا تكتب مسرح مدرسي. حلو. أعمار مختلفة دكتور. أعمار من 14 سنة إلى 34 سنة اللي مشاركين في الدورة. إنزين. هذيلة 16 كل العنصر اللي كنت أعتمد فيه عليه أو أعتمد عليه في تأليفها أني أنا أحط لهم فقرة من النص هي مقدمة الفصل الأول. طبعاً أنا حاط خريطة زمن الفصول وشنو في كل فصل نبي نعين. أحط لهم مقدمة الفصل الأول. حطيت لهم مسار، يعني مسار معين لهذه الرواية أو لهذه القصة. حطيت لهم الفصل الأول في بدايته، ابنية في مقهى في الجامعة وعلاقتها مع الأغراض اللي داخل المقهى، علاقة حب تسولف معاهم قبل ما تشتغل وتسولف مع القفشة وتسولف مع الزيت هي تعمل في القبة. هي هذا المقهى مالها داخل الجامعة. حلو. إنزين. علاقتها مع أدواتها، علاقة محبة وتسولف معاهم. إنزين. انتوا دوركم الآن في التمرين الأول مسكولي كل هذه الأدوات. أي الأدوات. أدوات المطبخ هذه كلها. شلون تسولف وياها؟ شلون هي قاعده ترد عليها عكس تماما اللي هي قاعده تقوله. الان البطله تمسك القفشه، انت حبيبتي من غيرك ما اقدر انشب. القفشه ترد عليها انت مأذيتني ولعوزتني ومن الصبح للليل. وكل واحده وتصورها عدل، وكل واحده تصورها. واعطيهم الشخصيات مفتوحه، انت تختار الشخصيه اللي تمثل فيها ذاتك. زين، شلون 16 شلون اتفقوا وشلون صار بعدين هذا؟ كل واحد فيهم اخذ شخصيه واحده وبدا يسرد افكاره ومعتقداته عنها. شغلي انا كتحرير كاخراج بالنهايه لما اي اجمعهم ارد اراجع واقرا كل اللي كاتبينه وابدا اوافق واربط هذا مع هذا، اسوي علاقه ربط بينهم علشان التمرين الأول نهاية الفصل الأول. يلا اقروا الفصل الأول. لا شافوا الفصل ركب الثاني عندها بريجل شاي ينباق، شنو بتسوي لما ينباق بريجل شاي؟ فتبدأ تباين الآراء، تروح تشتري غيره، تروح تشتكي. طيب إذا اشتكت
بيطنزون عليها شيء كله شاي كله بريد شاي كل شلون يطلع هذا البريد مهم اللي تضطر تدش مغامرة تروح تبي ترده وشلون تدخلها الغابة وشلون تطلع هي حفيدة ماوكلي هذا معنى عارقين الرواية فهذه الرواية نعم. هي اللي بينت هني كل واحدة وخيالها نعم وكل واحدة وتصورها واحدة من الأسقاطات اللي حطيناها في الرواية نعم بنات الجامعة لما يقعدون في الكافيه مع اختلاف أنماطهم السلوكية أنت اللي قاعدة في الكافيه شنو تسوين؟ اللي كتبت تقعد تصور الأكل تصور القهوة والكيك اللي كتبت تقعد تاكل وتخاف يصيدونها مسوية رجيم واللي قاعدة تكتب خواطر وحطينا الخواطر مالتهم اللي تقعد تسمع أغاني اللي تقعد تدرس كل واحدة فيهم شنو كتبت؟ فيينا حطيناهم في بيئة المكان الطاولة الأولى قاعدة عليها فلانة وقاعدة تسوي كذي والطاولة الثانية والثالثة والرابعة فهني أنت خليتهم يعبرون عن ذاتهم ونفس الوقت أضفت لهم الحبكة الدرامية ممتاز فكنت مثلا في تركيب الشخصية أدربهم على الشخصية انماط الشخصية بعدين يلا نكتب الشخصية الحدث الغابة شنو مكونات الغابة؟ شنو يصير فيها؟ صراع مثلاً ما بين الخير والشر وظفوا لي إياه الآن في عالم الحيوان وظفوا لي إياه في الأساطير تعالوا طلعوا الأساطير القديمة القدماء شلون كانوا يكتبون؟ نعم. اللغات الحبر مالهم شلون يتصنع؟ فخليتهم يدخلون في بحث طيب الفصل العاشر عبارة عن تطبيق عملي لنظرية ان هذا اللي يفقد الوعي يدخل في عالم افتراضي يبدا العقل ينسجه لنفسه نعم تعال انت الان طبق لي اياها هذا كعمل روائي لا تتكلمني عن النظريه تعال كلمني عن احداث تفسر هذه النظريه على لسان بطله الروايه ممتاز دكتور يمكن اخر شيء انت يعني بالاخير بصفحه 127 حاط الفكره فكره الروايه نعم أو فكرة التطبيق هذا التطبيق العملي هو برنامج تدريبي للمقبلين على التأليف بما يخص كتابة القصص والروايات أو الخواطر الأدبية التحفيزية منها أو ذات انعكاس المشاعر يعتمد على التفاعل والتحاور المباشر عبر خلق حدث يتفاعل معه نعم. الكتاب ثم يبدأ المشرف على البرنامج بإيجاد الرابط بين مختلف الكتابات ليجعل من المساهمات المقدمة قيمة أدبية نعم. في أحد يعني سوى مثل هذا التطبيق طبق مثل هذه الفكرة اللي أنت تفضل فيها دكتور هذه النواة اللي كانت في 2018-2019 اللي أسست المنهج المنهج هذا بحمد الله يعد الأول من نوعه في الوطن العربي بشهادة حقوق ملكية فكرية مسجل في كلية كينغستون بريطانية إدارة الأعمال اتحاد المعلمين العرب مركز الدراسات الاستراتيجية البورد العربي المنهج قائم على أساس النواة هذه في البداية يعني حتى إذا تفتح مثلا الكتاب الأول راح تلاقي في البداية أنا حاط السيرة مالت هذا الكتاب اللي هو الرواية هذه الرواية يعني. شلون قامت عليها الفكرة وحاط صورة الكتاب مصور بالكامل حاط صورة لحفل توقيع في معرض الكتاب بسلطنة عمان الجمهور وشون الطبعة تخلص في أول ليش رحت لسلطنة عمان؟ بالبداية بدايتي أنا كانت 2015 في الكويت كنت أفكر بنفس هذه الفكرة سوينا نادي صغير ما كمل أسبوع نجرة وما كمل أسبوع بديت أتدرب بديت أحضر محاضرات ومؤتمرات 2017 شكلت أول نادي وكان في مكتبة القادسية نعم. سوينا أول نادي وسوينا البرنامج وطبقنا عملي ما استمر خلاص اكتفوا المتدربين بالممارسات وما تشجعوا أن يطبعون العمل مالهم مع تنقل سفراتي تواصلي مع الشباب في سلطنة عمان تعال سوي عندنا البرنامج سويت البرنامج هناك الحضور 57 بنت ما شاء الله اللي طلع منهم آمن بالفكرة واستمر للأخير 16 هذيلة ممتاز أنا أتمنى لك التوفيق وأتمنى لبناتنا وخواتنا اللي يعني طبعا المؤلفين
اللي موجودين في هذه الرواية. اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن أربع منهم أصدروا لهم كتب في معارض اللي فاتت. يلا خلاص استمروا في طريقهم. الله يوفقهم إن شاء الله ويوفق البقية إن شاء الله بالتأكيد. إحنا وصلنا معاك للختام دكتور، وأنا يعني أسعدني والله الحديث معاك وعن أهم التطبيقات والكتاب اللي ظهروا معنا في المؤلفين. اللي ظهروا معنا في طبعا هذه الكتابات وهذه المناهج. انا راح اتكلم ان شاء الله اكثر واكثر ان شاء الله، واحنا راح نبين اهميه هذه الكتب واهميه هذه الروايات وهذه التطبيقات في حلقات قادمه ان شاء الله من برنامج مسارات ثقافيه. وانا يعني اوعدك اوعد الساده المشاهدين ان راح تكون معي ان شاء الله في حلقه من برنامج مسارات ثقافيه يعني اخرى ان شاء الله، ونستفيد من هذه المعلومات ومن هذه الكتابات اكثر ان شاء الله. اتمنى لك التوفيق وشكرا لك يا دكتور. العفو بالخدمه. وأتمنى ذات يوم إذا الله شاء وكان لنا حلقة تطبيق عملي نجيب الشباب والسادة المشاهدين ممتاز. يشوفون التطبيق العملي ممتاز، نطبق عملي أمام المشاهدين إن شاء الله. شكرا لك يا دكتور. شكرا حارس. وشكر لكم موصل طبعا مشاهدينا الكرام، مشاهدين برنامج مسارات ثقافية. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا من حلقة هذا اليوم من هذا البرنامج. إلى ذاك الحين تقبلوا تحيات رائعة وجميلة من فريق العمل. مع السلامة.